السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماني متعود أتكلم في المواضيع الاجتماعية، ولكن شد انتباهي في بعض المقاطع الفيديوهات خلال الأيام السابقة أن واحد داخل سوبر ماركت وقاعد يتكلم على أو زوجته قاعدة تتكلم على أمه، ويثير القريحة اللي عند الناس عشان يثبت وجهة نظر معينة. بس هذا يعني قد يكون سلاح ذو حدين يا اخي. انت احنا ما نسوي زي كده. وزوجاتنا متربيات الحمد لله، ولا يوصلوا لي انه تقدر تهين ام الزوج امام زوجها او في الخفاء، ما توصل لدي دي الاشياء. فانت انتبه، يعني انت بتعكس سلاح ذو حدين. السلاح الاول انك انت قاعد تبرز مشكله وقاعد تخص بها فئة معينة من المجتمع، يعني تتكلم على مجتمع يعني راقي وعنده مبادئ وعنده أسس ومبني على أسس وتعاليم قيمة وعادات وتقاليد متوارثة منذ آلاف العصور. يا أخي إذا عندك أنت وجهة نظر يا أخي سويها في أي دولة تانية خارج، لا تخص دول مجلس التعاون أو أي أحد من دول الخليج أنه ممكن يسوي حاجة دي، لأنه إحنا ما قد شفناها ولا سمعناها ولا قد سارت في أي مكان سواء عام أو خاص. وكبيرة كبيرة كبيرة، يعني حتى لو سمح الله حصلت بصورة حالة شادة من الحالات الشادة، أنت كده بتشهر الحالات هذه وبتوري الناس التبلد. خلاص أنت سويت، الآن جبت الآدمية وخليتها تهرج على سيدة كبيرة في السن في وسط السوق او سوبر ماركت، بحيث انك انت بتعكس فض نظريه انه الناس والله حيتحمسوا وحيقوموا عليك ورده فعل. انت الان انت عندك سلبيه وعندك ايجابيه. الايجابيه والله شوف انها كلها سلبيه اساسا، انه الاشياء دي ما يسويها المجتمع عندنا، ما يسويها. يعني يقول برا ممكن، في دول ثانيه ممكن اجنبيه، يعني ما عندنا ما تصير الكلام ده. قيمنا وأسسنا ووزعنا الديني وتربيتنا أنا أتكلم يعني من واقع المجتمع اللي أنا عايش فيه. هذا الشيء اللي صار في السوبر ماركت، إن حرمة تطول لسانها على أم الزوج، والزوج واقف كده زي الفازة على قولهم، ما بيسوي شيء. هذا شيء غير مقبول، وما يعني نصيحة، يعني لا تسووا فيديوهات زي كده بتأثر على المجتمع بالسلبية. احنا ما نسوي زي كده، لا تقول انه المجتمع ده عندنا بيسوي كده. وضحت الصورة يا رئيس؟ فرجاء اختاروا مواضيع كوميدية اوكي، لكن لا تجيبوا مواضيع تتعلق بأسس وقيم اساسا هي مبنية فينا منذ اجيال. لن يحصل ما حصل اللي شفناه في الفيديوهات السابقة اللي بتنوه انه والله. حتى بعض الفيديوهات جايبين رجل كبير في السن وقاعد يحاسب وراه اثنين شباب، والشباب بيطولوا لسانهم عليه. ايش تقصد انت؟ يعني انه الشباب انا ما هو شباب، يعني يقدر، ما هو يعني عنده قيم وعنده تقاليد وعنده اشياء ماشي عليه. يا رجل من يوم ما اخذ الرضاعة بر الضاعة ما اخذ القيم والتقاليد اللي احنا ماشيين عليها، وهي قيم فاضلة، يعني ما عندنا الكلام ده. فأنا أنصح يعني إنه يوقف إيقاف الفيديوهات التعبانة هذه اللي بتسبب مشكلة نفسية، وأنت أبرزت مشكلة وتعكس أنت. يعني ما نعرف أنت إيش تقصد بإيش بالفيديوهات هذه، يعني تقصد إنه هذا المجتمع موجود عندنا والمجتمع يسوي حاجة زي كده؟ لا، جايب رجل كبير وحاطه عند الكاشير بيدفع وتأخر في الدفع، ووراه ثلاثة شباب يبدأوا يرفعوا صوتهم على الشايب ويتكلموا عليه. يا رجل والله ما يصير. نحن مو نتكلم على 70% من الشباب اللي في المملكة ودول مجلس التعاون بشكل كبير، يستحيل اللي انت شفته ده في السوبر ماركت يصير. ترى ما صار، انت اللي سويته، بس في شوية دراما وشوية حاجة انت ما عارف ايش تقصد بيها، لكن هي من الاخير غلط. There is a mistake. There is a wrong. أنا شفت الفيديو صدري ضاق، والفيديو الثاني صدري ضاق. يا أخي ما عندنا هذه، ما تصير عندنا. واضح؟
فأتمنى إنكم تعدلوا المحتوى إلى محتوى كوميدي أفضل وفيه الاحترام والتقدير لكبار السن. بعدين يا أخي أسمع مجموعة كبيرة من مشاهير السناب، مو كلهم، مجموعة منهم. أنا اشتغلت على نفسي وسويت وفعلت. إيش سويت؟ أنت قاعد تصور نفسك وتصور حياتك وقاعد تنشر لنا تفاصيلك الدقيقة أنت وأصحابك. إحنا ما نبغى الحاجات دي، إحنا نبغى محتوى مهم هادف يفيدنا. اشتغلت على نفسك كيف يعني؟ الجمهور هو اللي رفعك، الجمهور هو اللي أعطاك ترند، أنت وغيرك أعطاك ترند. فين اشتغلت على نفسك؟ اشتغل، أنقل محتوى كويس يفيد المجتمع، أنقل محتوى مفيد يفيد الأجيال القادمة، أنقل محتوى. عندك محتويات كثيرة، إيش اللي اشتغلت على نفسك؟ الجمهور اللي رفعك يا ريس، والجمهور ترى اللي ينزلك. أنت ما اشتغلت على نفسك، أنت سويت محتوى بسيط حبوه الناس في البداية، بعد كده يعني كان مستوى عام. اشتغل على محتوى جيد، قصص الصحابة رضوان الله عليهم، قصص الأنبياء، التاريخ الجميل، البطولات، تمام؟ يعني في قصص يا رجال تخلي شعر جسمك كله يوقف من قوة البطولة والشجاعة. جيب قصص الصحابة من الجن، جيب قصص، جيب أشياء حلوة. وبالنسبة للمغامرين، دول المغامرين حقين الجن وما الجن، والله إن دخل فيك الجن مع إنك لتشوف يوم ما بتشوف زيه في حياتك. وعلى فكرة ما حيخش ويخرج، حيدخل وحيبهدلك، سوي أفعال أنت ما تدري عنها يا ريس، ويا كل مشاكل وطاعات وتهور. عالم الجن اطرح نصايح انه العالم ده، احنا طبعا الثقلين اللي موجودين الانس والجن، كلنا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ما نحتك معهم، وبيننا وبينهم حجاب ما نشوفهم. ليش؟ عشان لا تصير الطراقة اللي قاعدة تصير. واحدة رايحت لي في وسط الصحراء وتصور وتشغل لي زار، ولما جاء بسم الله بسم الله. طيب انت رايحة هناك ليه؟ رايح هناك في الصحراء يعني تبغي شهرة؟ حتتجنني. وانت اللي تنادي جنة يعني كنا مصحابك، تعال يا واد. والله انت مسكين يا جني، انت مرة مسكين يا جني، انت مسكين مسكينة يا اخي الاكبر. يا اخي طفشتونا والله، ترى الحركات الفاضية. وثقوا، جيب توثيق علمي، سوي بحث عن الجن والانس، ابحث، جيب حالات، صور حالات. وبعض الناس يروح لك في وسط الصحراء ويسوي شوية برقندة برقندة، يجيب شوية أصحاب له لابسين أسود في الظلام، واللي يولي لك نار من بعيد، واللي يزعق لك من بعيد، واللي كله ده عشان بس يزيد نسبة المشاهدات. حتى يعني ما سبتوا الإنس في حالهم، رايحين كمان تستلبشوا الجن. يا أخي أنا مرة واحدة سويت برنامج اسمه الإنس والجن، كان البرنامج ده قبل 13 سنة و 14 سنة، حلقة واحدة سويتها وثائقي، وقفت البرنامج من الشيء اللي شفناه. يا حبيبي ترى ما تشوفهم، invisible enemy، انت شخص ما تشوفه، شيء ما تشوفه يخش في جسمك يبهدلك. سيبوا يا عمي الجن في حالهم، سيبوا الناس في حالهم، كل واحد يهتم بنفسه. يا اخي ايش الجنان ده اللي بنشوفه احنا؟ صياد كنوز؟ روح شوف. حسب علمي يعني الكنوز اللي موجودة في الأرض في أي دولة، هذا يعتبر ما هو حقك، ما هو حقك، هذه الدولة مسؤولة عنه. الكنوز والأثار التاريخية اللي موجودة هذه ترى جريمة. أنت قاعد تسوي مطلع كنوز من الأرض وكنز، طلع خلاص بيصير غني؟ ما يصير ابن حلال، مو حقك. اللي كاتب له والله سبحانه وتعالى بيلاقي كنز بيلاقيه، زي اللي مذكور القصة حقتهم في سورة الكهف. سيبوا
وروح ترى ممكن في بعضها مشاكل يسبب لكم مشاكل، ترى ممكن ترى ما تعرف انت تتعامل مع عالم خفي، انت ما تعرف العالم ده، وتبدأ تخش في شركيات وتخش في كفر وتبدأ تخش في أشياء كثيرة ما تدري عنها. أنا أتمنى من هيئة الآثار تبدأ، إذا كان طبعا جميع هيئة الآثار في أي دول عربية، أتمنى يفعلوا نظام الدوريات الأمنية اللي تختص بحماية الآثار هذه والكنوز من العالم اللي تنبش الأراضي هذه وطلع الكنوز، ومنهم الأجنبي ومنهم كل هذه، تكون في دوريات مفعلة، شغلوا طيارات درون إذا ما تقدروا، طيب خذوا جولات يعني فعلوا النظام ده، إذا موجود أنا ما أدري عنه أحب أسمع عنه، وإذا مو موجود أتمنى تفعيله. دوريات خاصة بحماية ثروات البلد، كنوز، آثار، تواريخ، أشياء تحافظ عليها، أي أحد يعبث فيها هنا يتعرض إن شاء الله، إنه لابد إنه تعال أبو أنت ماخذ هذا الكنز أنت فين، مو في أرض الدولة، ليش أنت حافر مطلعه؟ لما طلعته ليش ما وجهته لهيئة الآثار وقلت لهم أنا لقيت الحاجة دي، زي ما سوى مجموعة من المشاهير المحترمين، لقى آثار راح سلم تاريخ، سلم وكافاه. انت تطلع ما بقول انت اللي شفته انا من فيديوهات الصراحة، طلع يا معلم وراح باع، مو كده يا رئيس، برضو ده محقق، تكون متحف وطني كبير يجمع الاشياء دي كلها، زي ما يعني في بعض المتاحف موجودة، بس أنا بمتحف وطني حتى لو كان متحف إلكتروني زي فرنسا، يجيب الآثار ويحطها وتخش على الويب سايت تشغل الكاميرا تشوف الآثار قدامك، وفيها لها ديسكريبشن ووصف كامل، مين اللي لقاه، فين لقاه، يحط صورة الشخص اللي وجد الكنز هذا، إيش كيف تمت مكافأته، تاريخ، متحف إلكتروني. ودوريات تختص بموضوع الآثار هذا يكون ضمن تحت نطاق على حسب النطاق القانوني أو الشيء اللي بيخليها ذات رسمية عالية، يعني تكون في دوريات زي دوريات البيئة الآن، حماية البيئة جزاهم الله خير، هي كمان دوريات تختص بالآثار والتواريخ، حفروا صخور وكسروا ونبشوا قبور، ما شفتهم لكن شفت أفعالهم موجودة في اليوتيوب منتشرة وفي الفيديوهات، غبنا. يعطيكم العافية، حبينا بس نشارككم مش الشيء اللي احنا في راسنا، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمور.